ننتهي إلى القمة الأمريكية الخليجية، إذ قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أن قمة كامب ديفيد ستبحث كيفية مواجهة تدخلات إيران في شؤون المنطقة، وخصوصا في لبنان، سوريا واليمن، وما وصف بتحركاتها العدوانية. وجاء التصريح خلال لقاء جمع الجبير مع جون كيري في مقر السفارة، ثم مؤتمر صحفي. أكد الجبير أن مشاركة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وسلمان بن عبد العزيز ولي العهد هو حدث خارج أو اجتماعهم خارج المملكة هو حدث غير مسبوق، معتبرا إياه دليل على أو دليلا على أهمية هذه القمة. هذه القمة تبحث ملفات كثيرة كالتهديد الإيراني والعلاقات الأمريكية الخليجية وسبل مواجهة الأخطار الإقليمية في المنطقة. تنضم إلي عبر سكايب آيات عرابي رئيس تحرير جريدة الجورنال في أمريكا. مرحبا بك أستاذ آيات. مرحبا. تقديرك يعني هذه القمة الخليجية الأمريكية أهم الملفات التي ستطرحها، وكيف يعني يمكن أن أو هل يمكن التعويل على نتائجها بحماية أمن المنطقة؟ بداية يعني السعودية والخليج وحضور القمة كامب ديفيد وفي إحجام يعني شبه إحجام عن الحضور، يعني الحضور غير مكثف زي ما احنا عارفين، ده يشير إلى يعني قد يكون خلاف في الموقف بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط يشير إلى خلاف ولكن يشير إلى مرحلة جديدة بدأت في الشرق الأوسط. والقصة أن الحكومة السعودية دائما ما تضبط مواقفها حسب المواقف الأمريكية ومصالحها، ولكن كون أن دول خليجية خرجت عن الثوابت الأمريكية بسبب اعتراضها، هذا معناه أن الحكومة السعودية أدركت بالغريزة إن صح التعبير أن أمريكا غير قادرة على التأثير. وقد تكون الإشارات التي حضرتك ألمحت إليها وهي الملف الإيراني ده يكون فعلا هو الأهم. قد يكون الاحتمال في الوقت الحالي ناتج في أن الحكومة السعودية الحالية لها عدة تصرفات في الوقت الحالي من الحكومة الأمريكية وتدخلها السابق في العراق، والتي أثبتت فشلا يعني الحكومة الأمريكية عندما تدخلت في العراق أثبتت فشلا من خلال الحكومة التي عينتها هناك وهي حكومة المالكي. طب أستاذ آيات يعني إذا يعني ذهبنا باتجاه هناك خلافات أو هناك خلاف، وربما الملك سلمان لم يذهب بسبب خلاف مع أمريكا، ما أهم النقاط التي يعني يختلف فيها الحليفان الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؟ أعتقد أن الحكومة السعودية أدركت أن الموقف الأمريكي ضعيف وأن واشنطن لم تعد الكعبة التي يحج إليها حكام السعودية. وقد يكون هذا المنظور لا يحقق تغيير في الوضع الحالي ولكن سنجد له تأثير في المستقبل. نعود إلى موضوع الإحجام والموقف السعودي من الموقف الأمريكي في هذه المرحلة، ومش عايزة الحقيقة أكون مفرطة في التفاؤل، فموضوع أيا كان محتوى هذه القمة يشير إلى خلاف في المواقف، والخلاف في المواقف ظهر جليا مع بداية عاصفة الحزم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها سياسة معينة في المنطقة منذ بداية الثورة السورية وهي التعاون مع إيران للإبقاء على نظام بشار الأسد وتبريد الثورة السورية، بمعنى أن أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإيران للتدخل في سوريا كما أعطت الضوء الأخضر مسبقا لإيران للتدخل في العراق. والضوء الأخضر صاحبه تحسن علني في العلاقات بين إيران وبين أمريكا. ومشكلة السعودية هنا من وجهة نظري هذا التقارب الأمريكي الإيراني صاحبه تهديد إيراني لأمن السعودية في اليمن، وبالتالي أصبح خلاف في المصالح بين السعودية وبين أمريكا. الجديد في وجهة نظر الملك سلمان كما ظهر في مواقفه هو أن السعودية ترى ضرورة إزاحة نظام بشار، وترى أيضا ضرورة تكوين حلف سني من تركيا والسعودية لإزاحة نظام بشار، وهذا يخالف الرغبة الأمريكية، لأن وجود بشار خلينا نوضح النقطة دي للسادة المشاهدين، وجود نظام بشار يحمي الكيان الصهيوني. وعايز أفكر حضرتك بأن الجيش الصهيوني كان بيقوم بمناورات في الأسبوع الماضي للتدريب على مواجهة أي اختراقات مع الحدود مع سوريا، وده اتكلمت الحقيقة عنه تقارير صحفية هنا أمريكية في العديد من الصحف. من ناحية تانية بقى، وده المهم، في مسألة مهمة قوي يعني عايز أشير إليها، يعني حزب الله وهو أهم ذراع لإيران في المنطقة تم تدميره تقريبا في المحرقة السورية، وبالتالي حسابات إيران تخلخلت.
في المنطقة. وبالمناسبة يعني بالمناسبة دي بالتحديد يعني عايزة أقول إنه إن إحنا لازم كلنا نعترف بفضل الشعب السوري في مقاومته للمادة الإيرانية. ولكن يعني هذه المقاربة تطرحيها، هل يفهم منها أن أمريكا اعتمدت إيران شرطيا وسلمتها المنطقة؟ هل يعقل أن تقوم أمريكا بهذا الدور؟ هقول لحضرتك على حاجة، الخلاف الإيراني الأمريكي الممثل في الملف النووي خلينا نقول إن هو كده بس للشو الإعلامي ولذر الرماد في عيون المجتمع الأمريكي الغير راضي والكيان الصهيوني الغير راضي عن تطور إيران في الملف الإيراني. ولذلك الجملة اللي حضرتك بتقولها إن أمريكا هل تعين من إيران شرطيا، هي المسألة مش شرطيا، المسألة كلها إن هناك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المصالح تتمثل في وجود وأمن الكيان الصهيوني. أي شيء يمثل خطورة على الكيان الصهيوني تجد أمريكا تقف بالمرصاد. فاللي بيحصل إن إيران دلوقتي هي أصبحت لا تمثل هذا الخطر، يعني كونها أنها تساعد نظام بشار، ونظام بشار هو من يحمي إسرائيل. بقاء طيب الكيان الصهيوني، فهذا لا يمنع من الجملة اللي حضرتك قلتها. يعني طيب أستاذ أيات، أيضا جملة من التكهنات أو التسريبات أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية غيرت موقفها من الانقلاب العسكري في مصر وربما تسمح بأي يعني تغيير أو إطاحة بالسيسي، هذه تسريبات إشاعات أم أن هناك دلائل أن هناك ملل أمريكي من أداء النظام العسكري في القاهرة؟ من وجهة نظري أن الموقف الأخير اللي حضرتك بتشير عليه، إذا كان هناك ملل من موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقلاب العسكري في مصر، وهي التي أعطت له الضوء الأخضر لقيامه، ولكن قد يكون تململا من تهور قزم الانقلاب والتعامل المفضوح مع الملف الصهيوني، وأيضا انهيار جيش كامب ديفيد في سيناء أمام مجموعات مسلحة. ومن وجهة نظري يعني هذا الموقف الأمريكي مع إذا وضعناه مع موقف السعودية، ورأينا التأثير الأمريكي في المنطقة، حيث التأثير الأمريكي في المنطقة أصبح ضعيفا متهاويا، خاصة بعد تأييده زي ما قلت قبل كده إلى تدخل إيران السافر في العراق، ثم دعمه لنظام بشار في سوريا، ثم دعمه لنظام الانقلاب في مصر. كل هذه المؤشرات توضح أن الملف الأمريكي أو النفوذ الأمريكي في المنطقة أصبح يتهاوى، والمستقبل سيوضح للجميع أن العبرة في النهاية لإرادة الشعوب وليست لإرادة هذه الحكومات التي جعلت وجعل جيوشها فقط لحماية الكيان الصهيوني. شكرا لك آيات عرابي، رئيس تحرير جريدة الجورنال من أمريكا، حدثتني من نيويورك. أشكرك جزيلا وشكرا لكم، انتهت هذه الأضواء، في أمان الله ورعايته.